اتكلمنا المرة اللي فاتت على أول المجموعات وأشهرها اللي تعتبر والدتهم كلهم في خافضة، اللي هي الأدوية الخافضة للكوليسترول اللي هي الاستاتينز. النوع الثاني مثبطات امتصاص الكوليسترول، وتمتص الحقيقة إنه بتمتص أمعائك الدقيقة الكوليسترول من الغذاء وتفرزه في مجرى الدم، وبيساعد دواء الإيزيتاميب على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم عن طريق الحد من امتصاص الكوليسترول من الطعام، ويمكن استخدام الإيزيتاميب مع الأدوية الخافضة للكوليسترول الأخرى. في حاجة اسمها حامض البيمي بيدويك، وبتعمل هذا الدواء الأحدث بالطريقة نفسها التي تعمل بها الأدوية الخافضة للكوليسترول، لكن احتمالية تسببه في الآلام العضلات أقل، ويمكن أن تساعد أضافة حامض البيميدويك إلى الحد الأقصى من جرعة الدواء الخافض للكوليسترول على تقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL بدرجة كبيرة. بتوفر أيضا قرص مركب يحتوي على كل من البيميدويك والإيزاتينيب. في أدوية اسمها أدوية تراتينات لربط أحماض المرارة، ويستخدم كبدك الكوليسترول لإنتاج أحماض المرارة، وهي مواد لازمة لعملية الهضم. بتقلل أدوية الكوليسترامين والكوليسيفيلام والكوليسيتيبيول مستوى الكوليسترول. كانت موجودة على فكرة في كاس في الأجزخانة اللي اسمها كوليستران. الحقيقة إن هي بتقلل مستوى الكوليسترول بصورة غير مباشرة عن طريق الارتباط بأحماض المرارة، ويدفع ذلك الكبد لاستخدام الكوليسترول الزائد لإنتاج المزيد من أحماض المرارة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل مستوى الكوليسترول في الدم. أخيرا بنتكلم على الحاجة اللي احنا اتكلمنا كل الموضوع ده عشانها، لأنها أحدث حاجة بنفكر حضراتكم إنها بتتاخد عن طريق الحقن، وإنها بهظة الثمن، وهي أحدث حاجة بتستخدم لعلاج ارتفاع الـ LDL، هي مثبطات الـ BCSK9. يمكن أن تساعد هذه الأدوية الكبد على امتصاص المزيد من الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة الـ LDL. احنا قلنا بقى الميكانيزم بتاع هذا الموضوع، مما يؤدي لتقليل كمية الكوليسترول المنتشر في الدم. يمكن استخدام الليروكوماب والإيفولوكوماب مع الأشخاص المصابين بحالة وراثية تتسبب في وجود مستويات مرتفعة للغاية من البروتين الدهني منخفض الكثافة الـ LDL، أو مع الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بمرض الشريان التالي، الذين لا يتحملون الأدوية الخافضة للكوليسترول أو أدوية الكوليسترول الأخرى. بتحقن هذه الأدوية تحت الجلد كل بضعة أسابيع، وهي أدوية باهظة الثمن. يبقى نخلي بالنا ونركز، لأن المقالة كلها كانت مرتبطة بمقالات وبورقة علمية منشورة حديثا في الأوراق العلمية على مثبطات الـ BCSK9. ونفكر حضراتكم بأن هي بتتاخد عن طريق الحقن، بتتاخد كل كم اسبوع، بتتاخد للناس اللي هم لا يحتملوا الاستاتينز او الادويه الاخرى الخافضه للكوليسترول، او مع الاشخاص اللي سبقت اصابتهم بمرض الشريان التاجي وهم مش محتملين الادويه التانيه، بتحقق نتائج كويسه معاهم. الكوليسترول موضوع كبير، ومش احنا اللي هنحدد المريض ياخد ايه في الحاجات دي. طبعا الدكاتره على قدر كبير من الذكاء ان هم بيفهموا، اما بيدي ستاتينز، طب الستاتينز حصل منه مشاكل، طب يدي نوع تاني، طب يدي الانواع الحديثه، طب يدي سيدوفاج اللي عليه الدراسات الحديثه في هذا الموضوع، هل ممكن يحل محل حاجات تانيه غاليه؟ الحقيقه الموضوع مثير للجدل، ونتمنى تعليقات حضراتكم لمن له خبره في هذا الموضوع. مع السلامه.